أعوذ بالله، دي أخلاق الرجال يا ناس، دي أصول عيش والملح. معقولة راجل يبلغ الحكومة على الستات قاعدين يبطلهم في البيت؟ الناس مسلومة ده لازم يتربى، لازم يتعلم الأدب من أول وجديد. هو ده الكلب عمره ينعدل يا خل؟ هنقطعه له. أنا بخاف. ما تخافيش من أي حاجة. بخاف الكلاب. ما فيش كلاب يا سندس، خلاص. أنا شفت رجالة كتير وقليل، عمري ما شفت رجالة وسك من سلومة ده. أنت بتشتم مين يا واد؟ أوعى تكون بتشتم عوض. لا، كان بيضربني بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش، أنا بشتمش عوض، هروح أجيبهولك دلوقتي. بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوه دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسه دي فيها شيء لله، وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب سندوسه. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ يا مورينا يا ست هاني، شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي، تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجبي علينا ولا هتجبي علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحلتي القعده في قلب المكان فقلت اما تدبلك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناويه اطول هنا، ولو عليا انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس انا كمان مش عايزه مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت، ومش عايزه الشرطه تفضل رايحه وجايه وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزه تقعدي بقى استحملي، انا عن نفسي افضل ماشيه كده اهو واحده واحده على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعملهم ام سوق واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوس، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي اللي بتجيبيها. بالاحمر بالاسود. اقعدي يا ست هانم، اقعدي، استهدي بالله، استهدي بالله، استهدي بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. هو اللي الست هانم، الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان. وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزق لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي هتهد على راسك انت يا بعيد؟ اضحي هتهد على دماغنا كل الناس. اي اي اقعدي الست بتقولها. اقعدي من فضلك يا ست هاني، اقعد عشان نحل المشكله السوداء دي. انا هنزل دلوقتي لسلوم النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد. ماشي. بقول لك ايه، عايزيه وانت راجع بعدي عليا، عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعه ما جه من المستشفى. يا دنين عليك وعلى سنين هيما، ما انا مش عارف اطلع له لوحدي. هي المنطقه اسمها ايه يا عم؟ معروفه في حته منفوخه كده تبع حاجه بطن البقره. اسمها ايه؟ بطن البقرة. بطن البقرة؟ ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرز؟ مش وقت هزار دلوقتي، شوف بطن البقرة في انهي داهية، خليها نخلص. بطن البقرة ايه يا عم؟ وانت جعان؟ ظروف اهلك ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضل هزار. طب ما تنفعش رجل البقرة؟ ها؟ عين البقرة؟ ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقرة وخلصني. حاضر يا عم، البطن البقرة. انت اول ما تلاقي البقرة اهو. انت بتقفل مساء النور. مساء النور، اتفضل. ابو طالب بيه، انا مش جاي اثر على حضرتك في حاله انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضيه انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضيه. يا عم بتقفلوا ليه؟ البطارية بتبوظ، البطارية بتبوظ يا عم. بلاش تلعب بعدين، العب بعدين. طيب ايه، فيش أخبار جديدة؟ طبعا في خير. أنا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم دخول أي أرصدة أو حسابات أو وصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده أنا حر التصرف في أي كرسي من كراسي، ما حدش يعمل لي قضية تبديد؟ لا مش بالسرعة دي طبعا، يعني اهم حاجه النيابه تطمن الاوراق اللي انا مقدمها الاول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعه ان شاء الله. ما انا قلت لكم الاول ان الاجراءات دي تعسفيه، ما حدش سمع كلامي. الاهم من ده الارقام اللي نجوان اتصلت باهلها منهم، طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لاي حاجه. طب وهنعمل ايه؟ الارقام دي طبعا ملهاش اي لازمه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت، ونخليها تدينا اي رقم تتصل بيها منه. مين عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها او من رقم محل اقامتها اللي قاعده فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم الانتصار؟
أنا ما حاولتش أخذ الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمرة من هناك. أنا بحبش المستشفيات، بس أروح عادي. أوكي تمام. أنا عاوز أعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقة. وبعدين يا أخي أنت المحامي بتاعي من زمان، أنا لو عارف إن في محامي أشطر منك أنا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا أبو طالب بيه، ما أنا قلت لسيادتك أنا مش جاي أثر عليك ولا حاجة. يا راجل بطل بقى القماصة دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغير وتجيب محامي عدل. أنا مش عارف أنت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم أنت واقعد ساكت بقى. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقرة ده بقى، عشان بقول لك بطن البقرة. إيه يا عم؟ الوقت يا معلم سلومة، الأخ شكري بيشكو إنك طلبت الشرطة لأهل بيته، الست سندس والأخت كوريا والأخت جمالات. الحقيقة مولانا دي أول مرة كنت أشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا علمني الهيافة. قال يا ابني تعالى في الهيفة واتسطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضو ما يصحش يا معلم سلومة تطلب الشرطة لنسوة لا راجل معهم، وأمامك سبل مفتوحة كثيرة. كان ممكن أن تأتي لي أو تذهب للأخ شكري أو للأخ كفداجي خطبها. صلى على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده، لا ده احنا ياما اتحايلنا ياما رقنا نشف. ده انا قلت للوستة شكري بدل مره عشرة، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مره واتنين ايام امها الله يرحمها، ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخي شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا، اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا احنا برضو اهل وجيره. اه بامانه الله بقى انا زهقت من حكايه معهوش فلوس دي. اه يا عالم اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره اكتر. مش اصول كلام ده يا معلم سلومه، انا المره دي تابعت الاصول اللي انت ما تابعتهاش، وجبت الشيخ المنطقه كلها عشان يشهد ما بيننا، وانا عارف ومتاكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده انا مش هراعي اصول الجيره ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العد عشان خاطر فرح اخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين امه لا اله الا الله بما فيهم الحكومه. يا اخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنه. وفيها ايه يعني يا كوري؟ اي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتك كلاتهم متجوزين صغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني؟ يوقف في خيخ خلاص. سلامتك يا هيم، ايه ده انت غيرت على الجرح؟ اه ما الواد سوكا اصله ماشي مع البنت الممرضه، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحه يا كوريا بالراحه. ده انا ما استجراش اعملها وانا خطبتك قدام الحاره كلها. في ايه؟ جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها. طلعت بنت نضيفه ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشيه جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربه وناقصه؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحاره وحشه قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسين. طب ما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش ما تطلعيش. كوريا. نعم يا خير. الف سلام عليك يا هيمه، ورانا مشاوير يلا بينا. حاضر يا خير. يلا. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك، انزل بقى. وربنا وانا كوريا انت وحشاني قوي. كوريا كوريا يلا كوريا يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ اه استنى يا كوري. اه جرح. رد عليا بكلمك. بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه لمؤاخذة؟ الو
ايوه ساره ازيك؟ ابدا انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا لا ابدا ما فيش حاجه، انا كله تمام. طيب اوكي اوكي مفيش مشاكل، ماشي اشوفك مره تانيه ان شاء الله. باي.